السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في كل مكان من الرافدين في هذه المتابعة الخاصة عن ثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، إذ يواصل المنتفضون ثوار تظاهراتهم وإضرابهم واعتصامهم في الطرق والساحات حتى تحقيق مطالبهم، على الرغم من القمع والتضييق الحكومي وحملات الاعتقال التي تشنها القوات الحكومية على الناشطين وكل من يقوم بتقديم أي دعم للمتظاهرين. نرحب بدءاً مشاهدينا بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي. مرحبا بك الله دكتور. مرحبا وحياك استاذ نصير. وايضا نرحب بضيفنا هاتفيا من بغداد استاذ العلوم السياسيه دكتور قحطان الخفاجي. نرحب بك دكتور قحطان معنا، اهلا بك. حياك الله العزيز، حيا الجميع. حياك الدكتور. فاصل قصير مشاهدينا ونبدا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه المتابعة الخاصة لثورة تشرين ضد الأحزاب الفاسدة في العراق، ونبدأ من بغداد من أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي. أهلا بك مجددا دكتور قحطان. قبل البدء في التحليل السياسي لنأخذ الجانب الوصفي، يعني صف لنا الأوضاع من خلال متابعتك في بغداد هذا اليوم، سواء في ساحة التحرير أو في محيطها أو في المناطق الأخرى في بغداد، كيف هي الأوضاع الآن دكتور قحطان؟ حيا الله جنابك وحيا القناة واستاذ العزيز رافع وكل الطيبين بإذن الله. إن شاء الله حبيبي، أنت الوصف حقيقي الدقيق هو قد يعجز طبعا اللسان عن وصف حالة الذي حصل في العراق منذ الانتفاضة إلى هذا اليوم. الشارع العراقي، المواطن العراقي، العمق العراقي، مستقبل العراق، كله حاضر في الساحات. والأهداف الحقيقية للانتفاضة قد وصلت لبيوت العراقيين، في كل بيت الآن نرى هناك قناعة هي متكاملة مع بعض البعض في ضرورة الخلاص مما يعاني العراق منذ 2003 لحد الآن. الساحة بالتحديد التظاهرات امتدت باتجاه شارع رشيد والى جسر الاحرار والى حافظ القاضي، وموجوده هذا اتساع كثيرا، هو اتساع ميداني واتساع قيمي وزياده القناعه الذاتيه بالاليه التي اعتمدت في الانتفاضه. الجيش الرسمي العراقي سواء كان قوات الشغب او القوات المجهوله الهويه، والان بدا هناك مصطلح الطرف الثالث، نعرف من اين ياتي يضرب ويحرق خيم وكذا. بالليل امس قام بعمليات ضد المتواجدين في ساحه التحرير، وبالتحديد في مطعم التركي ومطعم جبل احد، ولكن الحمد لله تم احتواء هذه الهجمه اللي كانت بالدخان والحريق والنار. اذا هذا كله يدل على ان هناك عراق يذهب بهذا الاتجاه، ثم ان هناك محاولات على ما يبدو لفتح ساحات اخرى في بغداد، وهذه داله ايجابيه. اما وصف المحافظات الجنوبيه فيعجز حقيقه اللسان عن ذلك، ومحافظات بعينها الان قد تكون كلها بيد المتظاهرين الثوار، ولا وجود حقيقي للدوله العراقيه. دكتور قحطان، طالما ذكرت الطرف، ما دمت ذكرت الطرف الثالث، يعني لا تكاد تمر ساعه واحده كما تعلم حتى نسمع خبر استشهاد شافي ساحات وطرق وشوارع بغداد والمحافظات الأخرى، يعني متى يكشف إذن عن الطرف الثالث التي تدعي الحكومة أنه من يقتل الثوار السلميين؟ حقيقة الأمر إذا ما تابعنا الموضوع بدقة وجدنا أن الطرف الثالث فعله منصب بالتحديد أما ضد المتظاهرين مباشرة أو بما يذهب باتجاه تشويه سمعة المتظاهرين كحرق بعض الدوائر الدولة لكي ترمى به الجهات المتظاهرة. هكذا وجود حالة من الطرف الثالث قد يأتي أحيانا في شكل قناص أو في شكل يستخدم قنابل غير مستوردة من قبل الدولة ولم تكن في مخازن الدولة،
وهناك ملاسمين وسط الساحة يطعنون بالسكاكين لأشخاص عراقيين متظاهرين. إذا هذه الثالث على ما يبدو والواقع تقول أنها طرف أما موالي الحكومة 100% وهذه مشكلة، أو أنه طرف فعلا أقوى من الحكومة، الحكومة أساسا مشلوبة الإرادة، نافذ وفعال أكثر من الحكومة وهذه مشكلة أكبر. إذا نحن نقول هذه المجاميع بالتحديد هي التي تتوافق مع رؤى الحكومة عملية احتواء ووعد التظاهرات، ونتوقع بإذن الله هذه ستكشف. والخلق العام الذي أظهره المتظاهرون فيما عندما أمسكوا بأحد عناصر القوة الشغب تم احتفاظ به وتم منع أي اعتداء عليه، هذا دليل على حقا إرادة عراقية بهذا الحجم تكشف هذه المجاميع. ولكن المجاميع بالتأكيد هي مجاميع تابعة إلى الحكومة أو إلى أطراف إقليمية أكثر فاعلية، وليس طرف ثالث كما يقال مجهول، لا معلوم من قبل الحكومة. طيب. أو أنه أقوى من الحكومة، والحالتين هي مأساة على الحكومة. سأعود إليك يا دكتور قحطان، أجدد تحية بضيفي الدكتور رافع الفلاحي، مرحبا بك. حياكم الله. ذكر دكتور قحطان الطرف الثالث، ادعاءات الحكومة دكتور رافع بما تسميه الطرف الثالث، هل تنفع الحكومة والميليشيات هذه الادعاءات في التهرب من المسؤولية القانونية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بغض النظر عن المسؤولية القانونية يعني، وبغض النظر عن هذه المسألة، لكن كل أطراف الحكومة، كل أطراف العملية السياسية وأحزابها تتحدث مع الشعب وكأنه الشعب جاهل. تتحدث مع الشعب العراقي، توجه خطاباتها وتصريحاتها بطريقة مستفزة الحقيقة، وكأنه الشعب العراقي شعب جاهل لا يفقه ما يقول، وكأنه ما بي مثقفين، ما بي ناس تقرأ وتشوف وهي حاضرة وترى الأمور، لم تقرأ تاريخ العراق، ولم تقرأ تاريخ الشعوب، وترى التظاهرات كيف تحدث، الثورات كيف تحدث، وماذا يحدث فيها. هذه قضية غريبة عجيبة. هم يعني كما أعتقد يعيشون في فقاعة خاصة بهم، ويتصورون أن الشعب يعني أمي ولا يعي شيئا، بدليل أن الحديث يوم أمس يعني بعد أكثر من شهرين، يعني هذا الشهر الثاني من التظاهرات، قريب الشهرين على التظاهرات، عادل عبد المهدي يطلع بعد كثير من الخطابات البارحة يتحدث حديث لا يمكن قبوله. يعني البارحة يقول حول الحديث اللي يعني وفاتني أن أرحب بأخي الدكتور قحطان، والله يحفظه ويحفظ كل العراقيين شرفاء طيبين، قال أنه حرق مخازن تجارية، المتظاهرين يتهمهم حرق مخازن تجارية تعود للشعب، حرق مراكز الدولة، الدافع هو بث الرعب والفوضى بين الناس. أضاف هو هناك من يحمل السلاح ومن يقتل، ولا يمكن أن نسكت عن ذلك. طيب الحالتين هو يعرف أنه كل الثورات التي حصلت في العالم وفي العراق ومن 2003 لحد الآن جرت مثل هذه الأمور. جرت اتهام المتظاهرين بشتى الاتهامات ومن ضمنها هذه، ويدخلون مندسين ويفعلون هذه القضية. الناس اللي خرجوا من 1 تشرين أول، من 1/10 لغاية اليوم، لم يحملوا غير العلم العراقي، لم يحملوا سكينة، لم يحملوا أي أداة، لم يحرقوا، ولم عدان ما نشاهد الآن يحرقون إطارات السيارات حتى يقطعون الطرق، هذه يمنعون حتى قوات الشغب لا تدخل عليهم، أو تنفيذا يعني حالة الإضراب العام لا أكثر. أما حرق دوائر وحرق مخازن، ربما كانوا يقصد بعض حرق مقار بعض الأحزاب. نعم. ربما حصل في الجنوب حتى هذه مهمة، هذا جزء من عدها مجرد إثارة وإثارة طائفية، محاولة لإحياء طائفية بخطابات أو بتصرفات، أو محاولة لاتهام المتظاهرين بأنهم مشاغبين، مثل ما قالوا، مثل ما قال خامني عنهم مشاغبين ويجب، ومثل ما قال عادل عبد المهدي مشاغبين ويجب أن إيقافهم. ولكن الآن بعد شهرين يهدد تقريبا، يعني نلمح هو نبرة تهديد. هذا تهديد. والمتظاهرين ترى صوروا كثير من الناس يكسرون المخازن يحرقوها، وواضحة بشارع رشيد وغيرها وأماكن كثيرة من يجري الحرق لكي يتهموا المتظاهرين. بعدين عندما يقول هناك من يحمل السلاح ومن يقتل ويمكن نسكت عن ذلك، والله أنتم ساكتين، يعني الحكومة ساكتة الحقيقة، وأحزابها وقواها الأمنية ساكتة، ولا من المتظاهرين لحد الآن العدد ربما تجاوز 800 شهيد من المتظاهرين، وهذه يعني أرقام يتحدثون بها هم.
الآن ولا ولا ولم يخرج مسؤول واحد ليقول لنا من قتلهم. نعم. يعني هذا القناص اللي كان يقتل العالم وين راح؟ هذه القوة اللي الطرف الثالث اللي يتحدثون عنه من هو الطرف الثالث؟ نعم. وصلنا لهذه المرحلة الغريبة عجيبة، ويعني لا نلومهم يعني، لكن لا يتحدثون أن نحن دولة. اليوم بالمناسبة اليوم أعلنوا أنه أطلقوا سراح، تم أطلاق سراح اللواء المختطف، هذا اللواء من مدير عام في وزارة الداخلية اختطف. لم يقولوا لنا من يعني هاي الدولة والحكومة. إذا هم دولة كما يقولون حكومة والشعب مو من حقه أن يخرج عليهم، ما يخالف، خلي يقولون من الجهة اللي اختطفته. هذا مدير عام بوزارة الداخلية، لواء رتبته، مو شخص عادي، مو أني ولا دكتور قحطان ولا إنسان عادي. نعم. مدرس أستاذ بالجامعة يعني، أو مواطن عادي من الكسبة، لا، هذا مدير عام بالداخلية لواء رتبته يختطف. وأطلقنا صراحة وتواجهنا معهم بالرصاص في منطقة نائية. يا منطقة نائية، ومن اختطفه وشلون اختطف ولوش اختطفه وليش وشلون أطلقتوا صراحة وينهم؟ كلام هذا احد الميليشيات اكيد دكتور، حجم العصابات هذا مو حجم الدولة. فاللي يتكلم بهذا الكلام يقول انه هناك من يحمل السلاح، من يحمل السلاح هي الاجهزه هذه الملثمه اللي تضرب الناس، مو المتظاهرين. المتظاهرين لم يحملوا سلاحا، يحمل العلم. اذا تعتبرون العلم سلاح فهو سلاح. اذا يعني هي ميليشيات الاحزاب المشاركه اصلا في عمليه سياسيه، هي جزء من هذا التكوين. ماكو طرف ثالث. طرف ثالث منو؟ طرف ثالث انتم خالين الناس بالواجهه، ومع الواجهه ناس ملثمين منكم وانتم تعرفوهم ولهم الاوامر، ويضربون الرصاص ويطلقون ويقتلون بطريقه علنيه واضحه. شنو طرف ثالث؟ شنو اللي تتهمون الشعب شايل سلاح ويحرق؟ لا، الشعب لا يحرق ولا شايل سلاح ولا له علاقه بالقتل، وهو مستمر على سلميته، وبهاي السلميه راح يسقطكم. نعم. ايضا دكتور قحطان، يعني كما تحدث دكتور رافع عن تصريحات عادل عبد المهدي، وحتى لنتحدث يعني ربما من مظاهر الحراك أو ثورة تشرين، من مظاهر هذا الحراك السلمي أيضا عصيان مدني، يعني هذا كلها مظاهر سلمية. مثلا متظاهرو كربلاء أغلقوا شوارع رئيسية في محافظة كربلاء، بينها شارع يربط بين كربلاء وبابل. كيف ترى يعني هذا التطور في الحراك الثوري في مدن الوسط والجنوب دكتور قحطان؟ يا أخي العزيز، حقيقة الأمر أن الحراك الشرقي قد لا يشبهه حراك بالمرة. التزام انضباط عالي في السلوك العام للمتظاهرين، حرص واضح وشديد على أملاك العامة للمواطنين وللرسميين وللدولة، التزام بخطوة كأنما هناك فعلا قيادة تعرف الحالة. ولكن الميزة العراقية أن مطار العراقيين هي القيادة، وحق العراق هي القيادة، ذلك هناك التزام عالي. التزام بالمسار السلمي لحد اللحظة دل على صبر كبير ووعي كبير من المتظاهرين، والحكومة تماما عكس هذا، تذهب إلى تخبطات وإلى مواقف غير منطقية وغير مدروسة عشوائية، ترجع إسرائيل ترجع لخطئها ولحكمها. العالم كله متعاطف حقيقة الأمر، رغم أن نحن كمتابعين نرى حجم الاهتمام الدولي لم يرتقي إلى اهتمامات دولية أخرى بتظاهرات أخرى مماثلة منطقة. ولكن على ما يبدو أن المجتمع الدولي يدرك حقيقة الصراع وحقيقة الوجود الإيراني وحقيقة الصراع الإيراني الأمريكي في العراق، لذلك على ما يبدو إلى حد معين لم يظهر موقفه من التظاهرات. ولكن عودة إلى سؤالك، المظاهر الإيجابية السلمية التي تتوافق مع ما يسمى الدستور الذي وضعه نوح فريدمان وبريمر، ومع المواثيق الدولية، ومع التجارب الإنسانية الحقيقية، دلت على أن التظاهر العراقي واعي لدرجة، والوعي اللي يفخر به الآن أن يظهر هذا الوعي من شباب أعمارهم لم تتوفر لديهم فرصة لدراسة سلوكيات التظاهرات، ولا توفر لديهم سلوكيات التعامل مع هكذا أحداث. إذن هذا يبشر بوجود شباب عراقي واعي جدا وقادر على إدارة دفة أمور، حتى أكثر من نحن الذين ندعي أنفسنا أصحاب علم ومعرفة حقيقة الأمر وتجربة. إذن السلوك إيجابي والحراك إيجابي، وهذه الإيجابية أحرجت الجانب الرسمي كثيرا، فهو حاول أن يظهر أن هناك جندات خارجية بطلت هذه الفكرة،
ايضا هذه هي الشماعه المعروفه البعثي وصدامي والتكفيري والقاعده وكذا اصبحت اضحوكه. حاول ان يعطي لها صفه العنف ايضا ردوه بصفات ايجابيه عليا. اذا الوصف هو دقيق، هو ايجابي سلمي يبشر بالخير باذن الله. ايضا هناك ضغط جماهيري في الحراك الثوري، هناك تطور كبير ايضا منذ امس في حراك متظاهري البصرة الثوري بعد قطعهم اليوم الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر وميناء خور الزبير وبعض المنشآت النفطية. كيف ترى أداء المتظاهرين ومدى فعاليته في حراك الثورة، وما الذي يريد أن يوصلوه؟ الحقيقة لحد الآن أنا أثني على الحراك المدني وأثني والذي يذهب باتجاه إلى أن غرق أنابيب النفط أو بصدر النفط أو كذا أو المنافذ البحرية يضر العراق ماليا، فأنا أقول هذه كذبة كبرى وضحكة، يعني نتيجة للغاية. العراق نفطه مسلوب منذ 15 عام والجهات الرسمية متنفذة ولكل منهم أنبوب خاصة في مصدر نفط أما من شمال وأما من جنوب، وبالتالي إيقاف النفط وليس إيقاف التزان العراقي بقدر ما إيقاف من جيوب هؤلاء، هذا الذي يخشون عليه. أنا أقول الحراك نعم لابد أن يأخذ هذه المدايات، لابد أن يأخذ مدى أكثر بعد عصر المدني، ونتمنى أيضا بغداد أيضا تستجيب بشكل أكبر إلى العصيان. الآن مختفين في الإعداديات والجامعات والمعاهد. أنا كعراقي وكمتابع وأثني على الحالة أتمنى أن تأخذ مدى الأوسع للدوائر الأخرى سيما غير الخدمية كالصحة والماء والكهرباء، هي بد أن تكون تستمر الدوام فيها. لأن حقيقة الأمر نحن أمام خيارين لا ثالث لهما، أما وعد هذا الحس الوطني وهذا الحراك العظيم والإبقاء على السالبة للثروات والقيم والمسيئة للحراك ومستقبله والعملاء، وأما أن يبقى الحراك سائر بهذا الحجم الفعال لكي يزيح هؤلاء. إذا نتمنى أن يأخذ مدى أكثر بعد في العصيان المدني وفي وهذه ليس بعيدة عن العراقيين. دكتور رافع، هل تتفق مع ما ذكره دكتور قحطان بالتوسع وهذا العصيان المدني بمظاهره كافة، خصوصا التطور النوعي الذي شهدته مدن ومحافظات الجنوب والوسط بقطع الطرق وحتى بعض المنشآت النفطية وميناء أم قصر وخور زوير؟ نعم اتفق ويا يعني كامل الاتفاق الحقيقه، لانه الحقيقه وصلوا الشعب الى قناعه انه يعني لم يبقى هناك مجال للتفاهم او المفاوضه مع هذه السلطه. السلطه 17 سنه هذه السلطه اللي جاءت من بعد يعني الاحتلال لحد الان اشاعت كل شيء سيء ضد الشعب ضد العراق الحقيقه، من الفساد الى الخراب الى الطائفيه الى التفرقه الى كل شيء، كل شيء سيء اشاعته وقادت العراق الى الهاويه الحقيقه. والشعب الان خرج غير معبأ بهذا لا الفكر الطائفي ولا الفكر المناطقي ولا فكر وطني ويسمو فوق كل هذه، وهذه من اهم ميزات اللي تحلت بها هذه الثوره وهذه الانتفاضه الحقيقه. لكن هم يتصرفون بشكل آخر، يعني ربما هذا يجعلني وحديث الدكتور قحطان يرجعني مرة أخرى وسؤالك يجعلني مرة أخرى أعود إلى حديث عادل عبد المهدي يوم أمس، لأنه نفس الحديث قال أنه الناس تريد أن تعود إلى مصالحها، وأنا سجلت كلامه يعني الحقيقة، تعود إلى مصالحها لأنها تضررت كثيرا والدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الأمور ولا سينهار النظام، هذا أولا. وثانيا قال أن التغيير ما يجري بتعطيل الدراسة يعني إجابة على ما قال أن الناس تضررت، هم الناس خرجوا لأنهم قد تضرروا 17 سنة تضرروا، وذول اللي خارجين بالشارع هم ذول الكسبة والناس اللي مواطن اللي هو متضرر من هذه الدولة وهو جائع وهو معدوم، وأنت قطعت عليه كل وسائل التمويل وقطعت عليه الحاضر والمستقبل، كل الآفاق سديتها عليه، لذلك خرج عليه. فهو هو ضدك لأنه أنت ناهب كل هذه فرصة في الحياة وفرصة في أن يتطور وأن يشاهد وطن
مستقل مستقر يزهو به يحترمه ويحترم حقوقه، لذلك خرج عليه. فانت هسه خايف على مصالح الناس، اي مصالح؟ انتم لم ترعون المصالح 17 سنه، انتم مصالح الناس دستوها بأحذيتكم، مصالح الناس وكراماتهم واساسهم وطنيتهم، ومزقتوا الناس الى هويات فرعيه صغيره مناطقيه، وذول خرجوا بهويه جامعه عراقيه واحده جميله رائعه، لا تكلم لا سني ولا شيعي ولا مسلم ولا مسيحي ولا كردي ولا عربي، هذا اثاركم وخوفكم. النقطه الثانيه يقول التغيير لا ياتي عن طريق المدارس وتوقف الدراسه وتعطل الحياه المدنيه ونعم. طيب عن شنو يجي؟ شلون يعني التغيير هذا يجي؟ خلي فهمنا عادل عبد المهدي باي نظرياته، يعني يدزولك ايميل عادل عبد المهدي يقولوا لك احنا نريد نغير، لو يدزولك رساله بالواتساب وانت تستجيب لهاي القضيه. 17 سنه يعانون المواطنين، وخرجوا تظاهرات من 2003 لحد الان، واعتصامات، وقتلتوا من عندهم الى ان قلتوا بس، وبحر من الدم يسري في العراق، وبالتالي يطلعون تقولهم هذا التغيير ما يجري. شلون يجري يعني؟ ليش هم خرجوا على نظام فعلا ديمقراطي مثل ما تصوروه، وراعي حقوقهم، وهم عايشين برفاهيه وبحبوحه، وهم نكروا كل الخير ونكروا كل البحبوحه هاي اللي عايشين بيها والسعاده. ومن السعاده في يعني ذكرني هذا في بعض بلدان اوروبا، في بعض البلدان حالات من الانتحار، والاسباب مالتها عندي محلوها علماء النفس والاجتماع هناك، يجدون انه وصل الى حاله من الانتحار من كثر ما مرتاح، من كثر الراحه وكثر ما عنده مشكله، جرب كل مظاهر الرفاهيه وصل الى هذا المستوى، وصلت لانه ما عنده مشكله انتحار. نعم. العراقيين مملوئين مشاكل، مملوئين مصايب، ضيم، ما ظل بيت ما بي مشكله، ما بي مصيبه، ما بي واحد معتقل، ما بي واحد شهيد، ما بي واحد مخطوف، ما بي واحد معدم، البيوت معدمة، ما بي أرامل، ما بي أطفال مشردين بالشوارع، هذه الكارثة. لذلك خرجوا. وثانيا الطلاب هم عماد أي بلد، فذول الشباب هم ذول الشباب في تظاهرات العراق كلها، وهو نفسه عادل عبد المهدي يتحدث يقول أنا بال 57 ما أعرف شو وقت بال 56 طالع بالعدوان الثلاثي، طالع تظاهرة وفصلوه من المدرسة، لأنه هو طيب أنت يعني تتباهى بتاريخك النضالي اللي تحكي لنا عنه، ما ادري صدق ما ادري كذب، ولا تقبل انه الطلاب الان يطلعون ضد نظام سلبهم حقوقهم وسلبهم حياتهم وسلب منهم بلدهم، وينادون انه نريد وطن. قضيه متناقضه غريبه عجيبه. ثانيا فتلاوي تقف وتقول انه مو هذا ترى ياثر على النظام التعليمي، اي نظام تعليمي؟ انت 17 سنه مدارس طينيه، جامعه واحده ما بنيتوا بها خير، الأساتذة الطيبين اللي عندكم مضايقيهم وقوه يدرس، هو مستوى التعليم انحدر بحسب فرصته. نعم. فرصة أن يكون هو في أي جامعة أخرى، لأنه هو عراقي تشلب، يعني الناس أكو قابليته على الصمود. نعم. وقادر أن يكيف نفسه، واحد من عندهم دكتور قحطان وكيف نفسه وأمر الله، لكن حقيقة يعني خيرة. نعم. الأساتذة لو قتلتوا لو اعتقلتوا لو هاجر إلى خارج العراق، الكليات من أسوأ الكليات، مستوى التعليم في العراق خارج كل لوائح التعليم في العالم، والآن دكتور والفساد أعلى ما يمكن في العراق، فبالتالي أنت شو تطالبون؟ نعم. مدارس طينية ومدارس من قصب و60 70 طالب قاعدين بالقاع. نعم. وأنت تقول المستوى الدراسي. أي مستوى دراسي؟ والآن خبر عاجل على الشاشة، استشهاد متظاهرين اثنين وإصابة العشرات من جراء إطلاق القوات الحكومية والميليشيات الرصاص على المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط بغداد. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونرحب مجددا دكتور قحطان الخفاجي ضيفنا هاتفيا من بغداد. دكتور قحطان، أيضا نذكر مرة أخرى بالخبر العاجل الآن، استشهاد متظاهرين اثنين وإصابة عشرات آخرين جراء إطلاق القوات الحكومية والميليشيات الرصاص على المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط بغداد. كيف ترى هذا الحدث دكتور قحطان مع تصريحات عادل عبد المهدي وحديثه عن بأنه قال ما زلنا يعني في موضع الدفاع عن النفس؟ والله الحقيقة حديث غريب، عجيب غريب أن يكون عدد القتلى بهذا الحجم من المتظاهرين السلميين الشباب الذين تجاوز أعمارهم 20 عام بأقصر حد، وبين السلاح يستخدم حتى قائد الطاقة السياقات الدولية وهكذا حالات. هناك كما عرفنا أنه غازات تستخدم لقضايا أخرى تتفق التظاهرين، ثم هذا الكم من المندسين الذين ينالون من حياة المواطن، وهذا الكم من الترهيب والاختيالات والخطف للمتظاهرين نشطين، كل هذا يقول دفاع النفس، هذه مغالطة مع الذات. حقيقة الأمر إن قال هذا أم لم يقل، المواطن العراقي المتلقي عرف اللعبة تماما واقتنع بحقائق لا ينتظر أن يقولها عبد المهدي سواه، وإذا قال هذا سنتوقع 100% يتناولها المواطن العراقي كنكتة وليس كخبر بهذا الموضوع. نحن متوقعين أكثر من هذا الأمر في استخدام العنف ضد المتظاهرين، وذلك لسببين أساسيين. أولهما هو أن يبقى الفاسد ويبقى العميل على رأس السلطة حتى ينال أكثر ما ينال من مغانم المال السعت. والشيء الثاني أن حكومتها هي موضوعة وهي إرادة لقوة خارجية، وبالتالي الحكومة لا تمتلك إرادة ذاتية لكي تغير أو تعدل أو تخرج من المشهد، لأن الذي وضعها ملزم أن تبقى هذا. وذلك نرى احنا العنف سيكون هو سد الموقف، سيما تلك الفصائل التي لها علاقه باطراف ايرانيه او غير ايرانيه التي لا تجد لها سبيلا الا بالبقاء على السلطه تشبث بالقوه، فقد تستخدم القوه ضد المتظاهرين. وهنا سيكون الامر صعب للغايه. لماذا؟ لان المتظاهر الشاب الذي لم يعرف يتعامل مع السلاح اساسا ولم يكن في نيته التعامل مع السلاح سيكون في هدف سهل، وقد للأسف الشديد قد تذهب فصائل أخرى لأن تندري إلى فضل هؤلاء ويذهب الاتجاه إلى اقتتال بيني وبالتحديد بين قوسين شيعي شيعي، وهذا الذي نحن نحذر منه، لأن سوف يحصل الكثير من أبناء شعبنا وسيأتي بالويلات على العراق، سيما أن الجميع يمتلك سلاح تتاك لا تمتلكه الدولة الحكومة. وبالتالي نحن نقول أن هذا الحديث الذي تفضل بها والذي قالها عبد المهدي لا تقنع البسيطة منا ولا تقنع المتظاهر. والعنف سببه الحكومة والدفاع عن دكتور قحطان، بشأن هذا العنف وتصاعده في الآونة الأخيرة، يعني تصاعد العنف الحكومي والميليشياوي على المتظاهرين والثوار السلميين، كيف تقرأ تصريح ديفيد شنكر مساعد وزير الخارجيه الامريكي لشؤون الشرق الادنى؟ يعني قال بان واشنطن تواصل تحقيقاتها بشان تحديد المسؤولين عن اعمال العنف في العراق والجرائم الفظيعه التي ارتكبت وما زالت ترتكب، وقال بان يعني نسعى لفرض عقوبات على هؤلاء الاشخاص. هذا هو السبيل الانجح للاداره الامريكيه التي اعتبرتها منذ متابعة الأمور المالية للفاسدين والمختلسين والأصحاب السماسرة، وكما شاهدنا أن ظهرت قائمة وقائمتين. هذه الفقرة الثانية أيضا ستذهب باتجاه جمع معلومات على الفاسدين أو على المحرضين للقتل ضد المتظاهرين السلميين. هذه هي الآلية التي أنا أتوقعها ستكون بيد الإدارة الأمريكية أو تسلكها، لأن وجود قوة عسكرية أمريكية على الساحة لا يخدمها بالتأكيد، بل يخدم الجانب الإيراني باعتبار أن إيران وأتباع إيران سيمتطون دور المحرر متناشين أن أمريكا هي من أتت بهم وجدتهم على الكراسي.
هذه لعبة أمريكا في رأيي واعية إلى الرغبة الإيرانية، وإيران عبر المقابل تحاول أن تسحب أمريكا إلى مواجهة، كما شاهدنا وتابعنا بعض الأهداف الأمريكية تضرب هنا وهناك من قبل جهات مجهولة ولكنها ميليشياوية في الغالب، وليس غريبة على أمريكا، لأن أمريكا نواصة كل الثقة لديها تغطي 24 ساعة على الجانب العراقي بشكل عام. إذن هذه ستكون هي الموقف، وستعتمد آليات أخرى تذهب باتجاه إصدار قرارات دولية أو تحويل الملف الأمني العراقي من البند السادس إلى السابع، وهذا أمر ليس بعيدا عن الاحتمالات. إذن الموقف الأمريكي دكتور رافع، يعني في ضوء تعليق أو تصريح المساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، قال الوضع في العراق بات رهيبا وفظيعا في ظل استخدام مفرط للقوة ضد المدنيين السلميين. الحقيقة في الأول والأخير الناس اللي خرجوا للتظاهر، هذا الشباب الجميل والرائع، كل هاي التظاهرات في كل ساحات التظاهر بالعراق، ما يعولون على أي طرف، يعولون على أنفسهم، على عراقيتهم، على حقوقهم. الحقيقة التعويل على الخارج لغة من زمان، يعني الحقيقة هم ينظرون لكل الأطراف الخارجية نظرة واحدة ولا يريدون كل هذه الأطراف الخارجية، لكن واقع الحال يثبت أن هذه التظاهرات ستستدعي العامل الدولي شاء وما أبوا، لأن هذا العامل الدولي هو مجموعة دول ومجموعة شركات ومجموعة منظمات لها مصالح في العراق. إيقافها لهذه المصالح، هذا الشعب عندما خرج وتقف هذه المصالح، تقف هذه التمويلات، تقف هاي حركة هاي العجلة، حركة المال وحركة بيع النفط وحركة هذه كلها عندما توقف بالإضراب العام مصالحهم، هذه توقف ستستدعي العامل الدولي، والعامل الدولي عندما يتدخل سيتدخل إلى صالح الشعب، لا يمكن أن يتدخل لصالح الحكومة، لأنه هو يعرف الآن هناك هو كبيرة الآن خلص. حتى الأمريكي طرفين. دكتور حتى الأمريكي يعني ممكن أن تستغني عن الطبقة الحاكمة. دعك عن الإيراني، الإيراني جزء من الحكومة وجزء من دعم هذه الأحزاب وحياته مرتبطة به، هو من صنعهم الأمريكي. لكن حتى العامل الدولي، أمم متحدة، أمريكا، الاتحاد الأوروبي، بالتالي راح يقف مع الشعب، لأنه هو يشاهد مصالحه الآن متضررة، وقفت الآن، ولا يمكن التقريب بين الشعب بعد كل هذا البحر من الدماء. يعني البارحة مثلا عادل عبد المهدي، من ضمن ونعود إلى تصريحاته الغريبة عجيبة المضحكة المبكية ما أعرف، يقول أنه قرب وقوع أخطاء في ملف حقوق الإنسان. هي ليست أخطاء، أولا هذه جرائم، هذه فظائع كبيرة، لأن تقتل أنت وتجرح أكثر من 20,000 عراقي، ما هو هاي أرقامهم؟ أكثر من 20,000 عراقي أنت قتلت وجرحت، وخمسة آلاف ستة آلاف واحد معتقلين ومختطفين، وسميها أخطاء وأقرب هاي قربي، هذه أخطاء يسميها أخطاء. لكن هناك اعتداء وقع على النظام. أي نظام هذا؟ أي نظام؟ ومن وقع عليه الاعتداء؟ من الشعب الذي يطالب بحقوقه وخرج سلمي ويطالب بوطن ويريد وطن ويهتفون للعراق، هذول أوقع عليك اعتداء. ثاني يقول الدولة الآن، وذكرتها قبل قليل، الدولة في حالة دفاع، وما يجري في العراق فتنة كبيرة. دفاع عن ماذا؟ إذا كان هم دولة ويدافعون، فهم يدافعون عن الباطل والخراب والدمار والفساد والطائفية وكل هذا الفكر التخريبي. الحقيقة هذه، لأنه هذا الشعب خرج ضد كل هذه القيم المهدمة للمجتمع، المهدمة كان للبلد، كان أجدر به أن يعلن استقالته، وهم يعني هم رافضين لهذا الموضوع، ولا يقبلون أن الشعب، ولذلك عادل عبد المهدي يقول لهم ما يصير هذا التغيير مو بالشكل، يعني يطلعون مظاهرات ولا تقولون الطلبة، يعني وقلت لك يمكن ربما يقول لهم كتبوا لي بالإيميل مثل ما قال للناس من أي راح أعينكم وزراء، كتبوا لي بالإيميلات وكل واحد يقدم لي السي في ماله بالإيميل وقبلها فعلا. يضحك، هذا الكلام عيب معيب، أنت تتكلم مع شعب، وشعب راقي، وشعب عنده عقل، ومن خير شعوب الدنيا، وربما علي أن أكررها للمرة المليون، هذا ليس انتقاص من أي شعب بالدنيا، لكن إحنا عراقيين نحب شعبنا، وهذا من حقنا ندافع ونقول عن 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 شعبنا كلمة حق. هذا أول شعوب الدنيا، هذا هو اللي اخترع الحضارة، هذا شعب ذكي وجميل ورائع وطيب ومضياف
ولديه فكر، الأمي منه المتعلم يعرف ماذا يقول وكيف يفكر ويرى تحت أقدامه شنو، يرى المستقبل شلون ويحترم الماضي. لكن أنتوا تتصورون تتكلمون وياه بهذه الطريقة، ويطلع لنا فالح الفياض يقول ذولا ما يعرفون يحكون جملتين، وهو اللي ما يعرف يحكي جملتين. هذه كارثة. هذه إذا أنت يعني الشعبك تتعامل وياه بهذا الاستعلاء وبهذه النظرة الدونية، كيف تطالب الشعب أن يحترمك وأن يقبل بك أنت تحكمه؟ لا يمكن. هذه القضية انتهت. لذلك هذه اللافتة المرفوعة فوق جبل أحد مثل ما سموه المتظاهرين، لو إحنا لو أنتوا، تعبر عن واقع الحال حقيقة. الآن هذه القضية. لذلك العامل الدولي سيأتي، وسيأتي سريعا، لكن لصالح المتظاهرين، وهذا اللي مخوفهم، يعني مخوف الأحزاب والقوى اللي في العملية السياسية. دكتور قحطان، من هنا يعني برأيك هل يمكن أن يأتي يوم وتنصاع هذه الحكومة لمطالب المتظاهرين وترحل في ظل معركة تكسير العظام من جاز تسميتها الآن؟ أنا ما أرجو إلا هذا، يعني الحكومة تحاول أن تدفع الأمور بهذا الاتجاه. المشهد لابد أن يكون نوع من القوة، لكن ليس ضروري أن تكون قوة عشوائية يعني ضد الممتلكات العامة ولا الممتلكات كذا، وقد تستخدم هي الحكومة عناصرها لهذا التشويه. ولكن عدم استجابة الحكومة إلى مطالب الطبيعية جدا للمتظاهرين، بل هي الحكومة قبل المتظاهرين قالت العملية فازة والدستور كتب على عجالة، أحسن صفة هم اختاروا للدستور، ونحن نقول الدستور وضع بدقة خبيثة عالية. عدم استجابة المطالب، عدم الحقيقة والتصحيح الحقيقي رغم مطالب الجماهير بالتغيير الشامل، يجعل المتظاهر على حالتين، يا أما لا قدر الله أن يصدق بالأكذوبة المرة المليون، وما أتوقع أنه يصدق بعد بأكذوبة هؤلاء بالمرة. هناك مثل شعبي يقول خدعتني مرة فالعيبة فيك، وإن خدعتني مرتين فالعيبة فيه. فما بيعوم اليوم مرة، والله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدوغ المؤمن جعول مرتين، فكيف ندوغ من أناس لا هم لهم إلا مصالحهم الخاصة ومصالح ازدياديهم. إذن أتوقع الحكومة بمواصفات اللي قلتها قبل قليل، ضعفها تبعيتها إلى طرف خارجية لا تستجيب بالتأكيد، ستدفع الأمور باتجاه تصعيد، وقد يذهب باتجاه تصعيد اتجاه دولي واتجاه داخلي أيضا على حد سواء. دكتور قحطان، يعني في كل جمعة نتحدث عن خطب المرجعية، مرجعية النجف وموقفها من ثورة تشرين، ألا تعتقد أنها يعني بدأت تخسر نفوذها وقاعدتها الشعبية يوما بعد يوم؟ أنا أعطيك حقيقة صادقة وناصعة من داخل الساحة، سمعتها أن الشارع والمتظاهرين لا مرجعية له سوى العراق، وبالتالي مع احتراماتي لكل مسميات تراجعت كثيرا. إذا ما ذهبت بصوت أكثر، الحياة لا يسمح لي أن أقول اللفظة التي قيلت عنهم. وبالمقابل الأسف الشديد، المرجعية ما زالت تمسك العصا من الوسط، ويمسك العصا من النص أو الوسط في هذا الظروف العصيب الذي يعطي فيه العراقيون تضحيات شباب في عمر ورود، كل قطرة دم تعادل الدستور ورجاله وشخوصه وآلياته، لا يدلل على وسطية بقدر ما يقول عن حيازية إلى جانب الحكومة. ثم أنا في رأيي الشخصي للأسف الشديد لم تكن الحكومة فقط بالمرة عندما قالت آخر جمعة أنها تحذر من أن يذهب الحكم إلى جماعات أخرى. فإحنا نتمنى لا تكون هناك لغة، الحكم لا نريده إلا العراقيين، إلا الشرفاء، إلا لمن هو مهني وهو علمي وهو وطني وهو حريص على بلده أي إن كان هذا المسمى، ولكن وصف إلى جماعات أخرى يعني نغمة ليس إيجابية على قدر التقدير. إذن أنا كنت أتمنى وما أتمنى بإذن الله، لأن الإسلام دين صاف ودين حق، وقول حق له عن نفسك بأساسه بالإسلام. أتمنى من المرجعية أن تذهب باتجاه، رغم قناعتي أن بناء الدولة حضارية لا تعتمد على المرجعيات ولا العشائريات ولا سواها، تعتمد على ضوابط المنطقية لبناء الدول.
المواطنة رقم واحد، العلمية رقم اثنين، الانتماء رقم ثلاثة، التخطيط الاستراتيجي رقم أربعة. كم الشيء كل بعضة تكون هناك دولة حضارية مبنية على وفق وتصورات ورؤى علمية تنتج وتثمر وتناقش التابع. أما نبقى جمعة إلى جمعة قالت المرجعية يسيم مرجعية صاد، لا أتوقعها إيجابية، ولكن إذا ما جاء رأي من المرجعية متوافق مع التظاهرات والحراك الشعبي لا بأس به ويكونون بحل تقدير. أيضا خبر عاجل آخر، استشهاد متظاهرين إصابة عشرات من جراء إطلاق القوات الحكومية والميليشيات رصاص على المتظاهرين قرب جسر الأحرار وساحة حافظ القاضي ببغداد. دكتور رافع، يعني في كل يوم نسمع عن شهيد وعشرات الجرحى في كل يوم تقريبا، وحتى لننتقل إلى مظاهر قمع أخرى تمارسها السلطات الحكومية هي تكميم الأفواه. كما تعلم القوات الأمنية بدأت تنفذ قرارها بإغلاق وصادرت بعض معدات لبعض القنوات والمكاتب في بغداد تنفيذا لقرار عبد المهدي. كيف تصف هذه الممارسات؟ هل بإمكانها أن تسكت صوت الثوار؟ هي من البداية، من أول يوم هذه الحكومة، كل أحزابها، كل قواها، كل قوى العملية السياسية، عندما خرجت التظاهرات، عندما خرج هذا الشباب، اعتبروا هناك معركة. نعم. اعتبروها معركة. هم ينظرون إلى الوضع الحالي معركة بينهم وبين الشعب. هذه حقيقة الحال. ولا تقتل هذه المئات، أكثر من 20,000 عراقي أنت بين جريح وقتيل، وخمسة آلاف ويطلع من ساحة التحرير تعتقله، وبنات وولد وتختطفه وما نعرف من اختطفه. كلام غريب عجيب. هذا كلام يعني يدلل أنه لا دولة موجودة ولا حكومة موجودة، ومن حق الشعب أن يخرج. هذا يعطي الحق للمتظاهرين أن يتثبتوا ويتشبثوا أكثر بحقوقهم ووجودهم في هذه الساحات. ولأنه هذه القضية الحكومة الآن تمارس ما يسمى كسر العظم. نعم. مع الشعب. يعني تكسر عظم الشعب، هذه حقيقة، وتهدده ليل نهار واضح بتهديد وكذب وادعاءات غريبة عجيبة. يعني في قضية القنوات الفضائية، نعم، ذكرني وربما قلتها في حلقة سابقة ولا بس أن أقولها لكي، لأنه واقع الحال متشابه حقيقة. عندما زادت حالات الانتحار في العراق وبدأت الإحصائيات تحدث عن 500 و600 واحد بكل ست أشهر يقفزون من قالوا الحكومة سئلت قالت من الانتحار ده يجري، قالوا لهم من الجسور يرمون نفسهم من الجسور. ماذا فعلوا؟ راحوا علوا سياج الجسور لمعالجة الانتحار. لاحظ الغباء، لاحظ الدونية في التصرف والتفكير. لا يمكن قبول هذا الموضوع. هو هذا الموضوع يعني الناس تنتحر وانت منعتهم من الانتحار لانه اكو دون البحث عن اكو سياج للجسر. نعم. يعني واطي ممكن يقفز من عنده، واذا عليت السياج ما راح ينتحر. ما هي اسباب اقتصاديه واسباب اجتماعيه وسياسيه وقهر وضيم وحقوق وهضم للحقوق وكآبه ومصايب كبيره انت في البلد، وبالتالي تؤدي للانتحار. هذه هل قضيه انت ما تدرسها دراسه علميه، دراسه منهجيه منطقيه وتلقى لها الحلول؟ والبطالة والخراب كل هذا ما تلقى له حلول. تروح تعلي السياج، نفس القضية. أنت ليش تمارس هذا العنف ضد الناس؟ ليش تقتل الناس؟ ليش تذبحهم؟ ليش تهجرهم؟ ليش تقف ضد حتى ما تعلنا أنت بهذا دستورك المشوه، هذا الدستور الأعرج اللي جايب لنا إياه؟ أنت تقول من حق المتظاهرين أن يخرجون، من حق الشعب أن يبدي رأيه. طيب وتتواجههم بالحديد والنار والاعتقالات والقنابل والرصاص، وتريد من الفضائيات ما تغطي هذه القضية. نفس القضية، يعني أنت تعالجها، تغلق الفضائيات، لكن أنت تستمر تقتل بالناس. ممارسات أخرى، خطف الناشطين والإعلامين. أنت تستمر تقتل الناس لكن في الظلمة، بالظلمة ما حد يشوف. هذه المعالجات غريبة عجيبة يا أخي، هذا منطق غريب. هذا يدلل ويثبت إنه كل المتظاهرين، يثبت إنه هذه الانتفاضة، هذه الثورة، هذه التظاهرات، سميها ما شئت، على حق، وهي ذاهبة إلى أهدافها، إن شاء الله تصل إلى أهدافها، لأن هؤلاء لا يستحقون أن يحكم العراق. نعم. اللي يفكر بهذا المنطق واللي يريد يثبت عليك هذا الموقف ويعممه بشكل ويجبرك عليه، هذا لا يستحق أن يحكمك، لا يستحق أن يحكم بلد مثل العراق، هذا البلد الجميل اللي ينطل الحضارة دروس، اللي علم الناس الحرف الأول وعلمهم شلون يصنعون العجلة، وعلمهم شلون يسوون الري، وعلمهم القوانين بمسلة حمورابي، وعلمهم كل هذه الفنون والآداب والشعر والثقافة
والخلق العالي والضيافة. هذا البلد الشعب يستحق الرائع الحياة فعلاً. وهذا نعم. الشعب الرائع يستحق أن يحكموه ناس مثل ذولا. وبعدين من تطلع عليهم يقولوا لك أنت بعثي، أنت مندس، أنت أكو جهات أمريكا وراكم. ما أنت جابتكم أمريكا لا. يعني هذا الشعب الفقير هذا اللي تقتله أنت وما يطلع بجيبه 5000، هذا بالتكتك اللي تحرق له التكتك ماله، هذا أمريكا داعمته تعطيه فلوس، والإمارات وما أعرف منه، والسعودية مولى وما أدري منه، دول الخليج تصرف على هذا المسكين. هو اللي يصرفون عليه، ليش طالع عليك؟ عشان قاعد ببيته مرتاح وحاله حالك قاعد بقصر. نعم. ليش؟ مو أنتوا جابتكم أمريكا وجابتكم إسرائيل وجابتكم الدنيا كلها. نعم. وكلها لحد الآن تحميكم. فقضية فيها تناقض، وتثبت إنه التظاهرات على حق وعليها أن تثبت وتذهب إلى أهدافها. في آخر دقيقتين دكتور قحطان، إذا على الرغم من هذا القمع الحكومي، يعني رقعة التظاهرات الاعتصامات بكل أشكالها تتسع في بغداد، محافظات الوسط والجنوب، على الرغم من كل هذا القمع كما ذكرنا، ما تفسيرك لهذا الإصرار من المتظاهرين، وكيف تقرأ مستقبل هذه الثورة؟ المتظاهرين بالتأكيد قالوا نريد وطن، وعرفوا أنه لا مستقبل لهم إلا بتغيير الحالة. لذلك عودة هؤلاء يعني موت، وبقاء الصمود يعني حياة، والحياة تستحق التضحيات. فإدراك عام جمعي للمتظاهرين أن حياتهم، خراجهم، مصلحتهم، مصلحة العراق، قيمهم، مستقبلهم في استمرار الحراك. العكس تماما لدى الجانب الرسمي، يرى أن الحراك ونجا الحراك يعني مواد موت لهم، وبالتالي هم يسعون الى 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 العنف حتى يبددوا الحراك. ولكن الحراك انطلاقا من قناعه راسخه لديه، لا اعتقد ان الموت سيعيدهم نهائيا، لانهم سيرجع اذا ما عادوا لا قدر الله دون الاهداف، هم سيعودون الى موت ابدي والى انهاء العراق. لذلك اتوقع ان الامر سيذهب بالاتجاه المستمر للبقاء. نعم. إذن شكرا جزيلا لك هاتفيا من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي، وشكرا لك ضيفنا في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي دكتور رافع الفلاحي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وفي أمان الله وحفظه.